وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان. أستاذ كمال، برحب بيك في خبر اليوم. أهلا وسهلا. زيارة مهمة لرئيس الوزراء إلى الجزائر واستكمالا لأعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية من آخر اجتماع لها في 2014، أهمية تلك الزيارة؟ الحقيقة طبعا بالتأكيد طبعا هذه الزيارة مهمة، وزي ما حضرتك أشرت يعني اللجنة العليا منذ حوالي 7 سنوات، رغم طبعا ما يمكن أن تمثله مصر والجزائر لبعضهما من فرص استثمارية وفرص شراكة قوية، وتمتعهما بالعديد من الإمكانيات والكثير من الإمكانيات اللي ممكن تخلق شراكة قوية سواء بين الحكومتين أو بين القطاع الخاص في البلدين. النهاردة اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية شهدت توقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات، سواء المجال الموارد المائية والري، مجال البيئة، مجال الاستثمار والبورصة، في مجال الشؤون الدينية، تشغيل القوى العاملة، تنمية الصادرات، الحقيقة الكثير من مجالات التعاون في يعني اللي تم توقيع اتفاقيات بشأنها. النهارده كان في تأكيد من رئيس الوزراء على حرص قيادتي البلدين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تقوية ودعم أواصر التعاون بين مصر والجزائر لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كان في تأكيد من رئيس الوزراء على أهمية دور القطاع الخاص في البلدين كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال التجاري والاستثماري. كان فيه تأكيد أيضا على أهمية تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ظروف صعبة بيمر بها العالم، ودي تتطلب التكاتف بين الدول العربية خاصة طبعا مصر والجزائر. كان في إشارة إلى أن الجزائر كانت القبلة الأولى اللي زارها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توليه الرئاسة عام 2014، وده بيؤكد حرص مصر على علاقاتها مع الجزائر. كان في أيضا تأكيد على أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لا يتماشى مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للبلدين الشقيقين، وأن ممكن في إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري ويعني والتغلب على بعض المشكلات زي المشكلات النقل اللوجستية. وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أن في البحث عن طرق بديلة، ومنها الاتفاق اللي تم مؤخرا مع تونس على دراسه تدشين خط نقل بحر منتظم ممكن ان يمتد ويتسع مداه ليصل الى موانئ الجزائر. الحقيقه يعني ملخص الموضوع كان فيه تاكيد على حرص البلدين على الشراكه الاستراتيجيه، وعلى ان في فرص فعلا للشراكه، وخصوصا طبعا من الممكن ان يقودها القطاع الخاص في فرص استثمار، في فرص كمان ان يتوجه الدولتان معا الى القاره الافريقيه لزياده فرص الاستثمار في القاره الافريقيه.